بيكو الدنيا اسألوني أهلا بيكم. متابعين بمحطتنا الدورية من عيون بيروت اليوم ومن عيون بيروت إلى العاصمة بيروت بنشاطاتها الثقافية الفنية رغم كل الظروف. بهالإطار افتتح جاليري إكزود ببيروت معرض منفرد للفنان التشكيلي محمد الرفاعي بعنوان بيروت Time Without Consequences. للمزيد من التفاصيل حول هالمعرض بنستقبل الفنان التشكيلي محمد الرفاعي مباشرة على الهواء معنا بعيون بيروت. أهلا وسهلا فيك محمد. أهلا وسهلا فيك مرحبا. أول شيء بونجور، كيفك؟ أنا توقعتك تكون أكبر من هيك بالعمر، يعني انصدمت بس شفت أنه شاب قدامي هو يمكن اللي عامل هالمعرض. البداية محمد، يعني طبعا بهالظروف اللي عم بمر فيها البلد، أنت اليوم عم تتحدى كل الأزمات وعم تعمل معرض إكزود بيروت، ومثل ما عرفنا عنه بيروت Time Without Consequences. يعني كيف عندك هالشجاعة وهالقدرة أنك تخوض، أنك تفوت بإنفستمنت وبمعرض بكل هالظروف؟ هو قبل ما تفوتي بأي معرض، قبل ما تفوتي بحي الله مشروع بدك تفوتي فيه، بيكون عندك مثل هيك شعور، مثل خوف، هذا الشعور، الحب، الأسف، هذا الشيء اللي بدك تعبري عنه. فأنا جربت أعبر عنه بمشروع أعمله رغم كل الظروف، رغم كل الشيء اللي عم نعيشه، يعني جرب أعبر من نفسي ولغيري عن الشيء اللي عم حسه. خاصة انه الفن، يعني وبيروت معروفة انه هي عاصمة الفن والثقافة. صحيح. خاصة الفن شوي بيقيمنا شوي من هالتوترات اللي عم نعيشها. اليوم بافتتاح معرضك إكزود بيروت، هو لأيمتى مستمر وأيمتى تم الافتتاح؟ هو بلش المعرض ب 3 من 3 سبتمبر ل 13 الشهر بإكزود لعشرة أيام. هو المعرض مألف، هو أول شيء بس لنقول انه الربح من قبل السفارة الفرنساوية. رح احكي شوي عن المعرض. المعرض هو بيروت تايم بتاعت كونسيكونسز، اللي هو عبارة عن رقصة بيروت كيف عم نأرجيها من الحرب ال 75 لهلا. بدون ما نأرجي هيدي الكليشيه اللي بيأرجوه تقريبا في معظم الأوقات، انه منأرجي الحرب كيف هي، منأرجي كيف عم نجرب نأرجيها بالبنى، عم نأرجي كل شيء فيه ذاكرة أرجتنا إياها بيروت. بيروت هي هيدي كيف رقصة تعبيرية تشكيلية، عم بتأرجي كل واحد كيف قطع فيها، وكل مرحلة قطع فيها بطريقة حالة نفسية معبرة لكل واحد. كنا على الهواء مباشرة عم نشوف البانكارت، يعني أو الدعوة يمكن تبع المعرض هون، عم نشوف يعني هيك شفت شوي هيك ايد ومثل شوي مكسره. نعم. عم شوف شوي بين نيو كلاسيك يمكن من الفن او حتى شوي المودرن. يعني اليوم اذا بدي اسال محمد، شو الستايل تبعك انت بالرسم؟ ستايل الرسم هو تقريبا خليط خليط مشاعر بين من كل شيء قطعت فيه، يعني كل شيء حبيته من الكلاسيك للمودرن للسورريال. جربت انا احطه بضربه قلم، يمكن اللي انا شوي اللي هو بقى عم جرب اعمله هو الايدنتيتي تاعيتي، اللي هي من بين كيف بدي اقول لك الخوف والحب وهيدا، يعني بتلاحظي بين بضربه القلم اللي فيه القوه وفي النعومه بذات الوقت. هذا اللي انا عم جرب حسه، يعني هو خليط مثل الانسان البيروتي اللي هو خليط، يعني ما عم يعرف حاله شو بده. انا عن جد تحسي ما عم تعرفي حالك شو بدك. إذا بدنا هيك شوف، أنت بعدك يعني بأوج عمرك وصغير، أكيد أنت أخذها هواية هيدا أكثر أو لا محمد؟ يعني درستها، ثقلتها بالدراسة، ثقلتها بدراسة الرسم والفن التشكيلي. هي بلشت معي عمر 7 سنين، يعني بلشت معي بما أنه في مثل كل رسام، يمكن أنا بلشت معي أنه ما بعرف أعبر، ما بعرف أحكي، ما بعرف هيدا، فصارت معي الخبرية أنه صرت أعبر برسمة، أعبر بالكتيبة اللي أنا بعمله. كملت معي هيك عم عبر فيها، لقيت حالي عم بقدر وصل كل شيء فيه، انا بقدر وصله يمكن مش بطريقه الحكي بس بطريقه الرسم. ففتت على القلبة كملت، عملت الستراسيون وعملت انيماسيون، يمكن هو الشيء دفعوني كمل. وبفضل ما تضل ما انها هوايه ابدا، هي شيء ناوي كمله مدى حياتي، يعني لاقدر ضلني اعبر، واذا ما بقدر اعبر
تعرف. يعني حابب تاخذها مهنيه اكثر، يعني تصير مثل عندك مهنه، يعني الواحد يكون رسام يكون فنان. اذا اليوم بدي شوي انت مثلا تعرفني يمكن عن الفن التشكيلي، بس نحكي عن الفن التشكيلي للمشاهدين اللي ما بيعرفوا شو هو الفن التشكيلي، وانت كيف بتقدر تعبر من خلاله؟ هو اجمالا فن تشكيلي، هو انا مش تشكيلي، هو اجمالا سيرريالي، اجمالا الشيء اللي ما بتقدري تعبري عنه بالارض الواقع. مثلا انا كل شيء بشوفه مثلا قدامي ما بشوفه هالقد بالنسبه لي كثير واقعي، اكثر من خيالي، لانه اجمالا اذا بدك ترجعي لارض الواقع مزعج اكثر ما هو مريح، هو مزعج. لكن انت بضلك عايش بالخيال، يعني يالك مش بالخيال بس بالخيال اللي بقدر انا ارتاح فيه وخلي العالم اللي معي اما اللي عم بتشوف شغله ترتاح فيه وتقدر يعني تعمل صله توصل بينه وبينه. في مدرسه يمكن هيك من الرسامين مثلا بتنتسب لهم انت او حتى متاثر باعمالهم ان كان عالميا او حتى محليا؟ عالميا في كثير، بس يعني انا مثل مين مثلا؟ دالي، سلفادور دالي مثلا، انا في ايغون شيلي، في يعني معدودين، موني، بس اجمالا هي يعني هي تجميع مدى السنين لحتى تحطيهم بشغله واحده. وهذا الشيء عم جرب اعرضه بالمعرض تاعولي هلا اللي عم بيصير. بالحديث عن المعرض عم نشوف بعض الصور هلا مباشره على الهواء، يعني اذا فينا شوي نعلق على كل صوره مثلا، هيدي شو بيعنوا يعني الواحد اذا بده يفسرهم؟ هي هيدي مثل ما قلنا، هيدي بيروت عباره عم عبر عن مثل التراجي اما مثل جيرني اللي قطعت فيها بيروت من ال 75 لهلا. عم نقرجي فيهم مثلا، في هول اللب النص هن عباره عن ورقه كالك مرسومه الرسمه ووراها الفوتو. الصورة اللي هي ورا هي الصورة الواقعية لبيروت. اوكي. قدامها هي النفسية، اما الحالة النفسية اللي عم بتعيشها بيروت اللي عم تجرب تدعمها الصورة. اوكي. والمشاهد لما بده يجي يقرب على الصورة لازم يضطر يشوف الرسمة والصورة سوا لحتى يعرف شو عم بحس، وعاطي انا الحرية الكاملة، انا ما سميت هيدي هي هون اللي عم نحكي عن ورقة الكالك. مظبوط. يعني هون من بورقة الكالك بشوف شيء، بس يقبها لفوق لا بشوف شيء ثاني، بشوف شيء ثاني ومع بعض كمان. هون عم نحكي فوتوغراف، عم نحكي يعني تصوير فوتوغرافي. مظبوط. مش رسم، مع داخل مع رسم. الرسم لحاله. اوكي، هون شفت كيف. اوكي، 100%. يعني هون تقريبا حجم اللوحات مثلا لهولي قد ايه بيكون تقريبا كبرهم؟ اذا قلنا هولي 60 تقريبا ب 45. اوكي، يعني الواحد في ياخذ لوحتين مثلا مثل الثنائي، بيجوا مع بعض او ثلاث لوحات. صحيح. ليقدروا يساعوا هيك على الحيطه يبين شوي. مزبوط. معبى. هون عم نشوف يمكن رواد من الناس بالمعرض، كيف كان يعني الجمهور هيك يعني مثل ما بيقولوا ردة الفعل؟ ردت. إيجابية سلبية على الفوتوغرافي على الفن التشكيلي؟ الحمد لله، يعني لأول مرة أنا هذا أول بروجي يعني بنعمل، أول اكزيبيشن بنعمل كافتتاحية. أنا كنت أول شيء بتعرفي لازم تفتحي شيء جديد وتعرفي العالم على شيء جديد وعلى نوع جديد من الرسم أنت عملتيه. إجمالا بتخافي، بكون كامشي إيدي كامشي قلبك إنه مانك عارفين شو رح يطلع لك. لأول مرة حسيته الحمد لله، يعني ردة الفعل كانت الحمد لله كثير منيحة. في شراء أهم شيء، أهم شيء في الناس عم تشتري هاللوحات. هلا دائما الفنان يعني بيضلوا يقول إنه دائما الفن ما بيطعمي مصاري وما بيطعمي خبز، وإنه اللوحة قليل يعني غير اللي بيستذوقوا اللوحات. صحيح. والرسمات اللي بيكونوا بحبوا يشتروها، ولكن في لوحات بتكون حق ملايين ملايين الدولارات أو حتى 100,000 دولار و 200,000 دولار، يعني اللي هن لا يتمنوا. انت بالنسبه لك، بالنسبه انك مبلش كجيل صاعد شاب، كيف كان يعني كيف بدي اقول لك درويش؟ مثل درويش انه من البلد للبلد. انا ما يعني اول شيء بدك توصلي الفكره قبل ما تبيعي، يعني بدك توصلي الفكره، اذا قدرت توصلي الفكره بتبيعي. بس مش الهدف الرئيسي تبيعي، الهدف انك تأرجي انه في بعد عالم عم تعطي لهالبلد، يعني عم تعطي فيه رسم، في عالم عم تتعب كل يوم لتعبر عن شعور العالم. ذكرت انه السفاره الفرنسيه هي اللي دعمتك، هل هي دعمتك ماديا او دعمتك يمكن باللوكال او بشو دعمتك تحديدا؟ هو انا البروجيت قدم للسفاره. هي مثل كل سنه بيقدموا مشاريع، انه بيقدموا فاندنج لكل للارتست بلبنان، وعلى حسب البروجي بينقوا.
هو فاندينغ 2500 اورو انعطى لكل ارتيست انقبل بروجيته والحمد لله يعني مش الحال. الحمد لله انت كنت من الاشخاص اللي انقبلوا، الف مبروك لك. شوي هيك عنوان المعرض استعار انتباهي انه بيروت تايم وذاوت كونسيكونسز، نعم. شو كان قصدك بهالعنوان محمد؟ انه بيروت يعني عم تمشي الايام معه، عم تمشي السنين وعم تمشي بس ما عم نعرف شو نتيجتها، عم نضلنا نوقع بهيدا اللوب، عم نضلنا نعيد حالنا رغم انه عم صرنا بالقرن الألفين يعني من 75 80 90 2000 عم يمكن عم نعيدها بس باشكال شوي يعني زايدين لابهار اصلا بس بعدنا عم نقع بزيت الحفره يعني بس ما عم نشوف حالنا وين عم نروح. اوكي يعني طبعا يعني التاريخ يعيد نفسه بكل اللي ما عم بيصير ولكن نحن لازم نجرب نكون أوعى من هيك وافضل من هيك. عاده هيدي شو الصوره هون عم نشوفها؟ هيدي فوتوغراف او فوتوغراف الصور. نعم هول الصور اللي انعرضوا بالمعرض واللي بيجي فوقهم الرسمه اللي بتعبر عن الصوره. اوكي الكالك يعني. تماما اوكي هيدي شو هيدي الكالك او هيدي الرسمه صوره الكالك انا فضلت انه العالم تجي تشوف لحتى لانه اجمالا الانتر اكشن لازم تكون بين العالم مع الصوره والرسمه سوا. هون فرجه يمكن بنايه من احدى بنايات بيروت مزبوط. يلي هي مدمره بالحرب صحيح. شو عم بتذكر العالم بالحرب يعني؟ لا ابدا بالعكس ما انا هذا اللي ما جربت وقع حالي فيه ووقع العالم فيه الكليشيه انه ما بدي ارجع العالم هذا اللي متبقى هلا هدول الصور هلا يعني بال 2014 مصورين ليك شو بعدنا اذا بدنا حنضلنا نعمل هيك بهال الحاله اللي عم نعيشها حنضلنا لهيك يعني حنضلنا نرجع نوصل لذات النقطه مثلا هيدي الصوره بتعبر مثلا عن المفقودين بلبنان هذا بيت مهجور. اوكي بس هيدا شو الاسود اللي بالنص تحديدا يعني؟ هيدا صورة واحد أوكي. معلقة بس متتبعة يعني الصورة مثل عاملينها فوتوكوبي بس هول كل شيء فيه مفقودين اذا بتفوتي على بيت المهجور بتحسي بال يعني في بتشمي ريحة بيروت. محمد عم بلاحظ انك عم بتصور بالابيض والاسود نعم. هي مقصودة انك تصور بالابيض والاسود مش بالالوان نعم. ليه؟ قصدت انا صور بالابيض والاسود لانه المعرض هو انعمل على ثلاث مراحل المرحله الاولانيه اللي هي البريبريشن بارت اللي هن في الرسم وعلى يعني هي اجمالا لما تبلشي فكره بتبلشيها بشعور مثل ما قلنا رسمت على صغير وارجيت كيف تطورت عبر الابيض والاسود اللي هي الفتره هي الايبوك اللي بين الثمانينات للتسعينات صحيح اللي هي شوي هون اذا بتشوفي لا خلينا رح نرجع عليها بس خلينا نكفي فكرتنا مظبوط الابيض والاسود لنرجع يعني الجيل اللي هو انا اكبر الاكبر مني يعني مثل اللي بيي والى اخره انه هيدي بس لتعطي شويه نوستالجي للعالم انه هي اجمالا الابيض والاسود بتعطيهم شويه هيك بتحركي لهم مشاعرهم اصلا ما في اجمل من الصور الابيض والاسود يعني عن جد اذا بترجع بتطلع كل الفوتوغرافية يعني بحبوا يصوروا ببلاك اند وايت وبيستمتعوا انه يشوفوها ببلاك اند وايت غير على انه ملون ويمكن انت لانك عم بتصور نوع من الخراب المعين ببين اكثر بالابيض والاسود ببين ديتيلز اكثر ببين كل شيء فيه يعني محفور بقلب هالبلد محفور بكل شيء عمار كنا عم نشوف الصوره يلي هي هون ملون. رسم وملون صحيح شو بتعني هيدي الصوره تحديدا محمد اذا بتشوفي المعرض هي هو مثل ما قلنا في مثل عندك مراحل مراحل نفسيه عم تقطع فيها بيروت هالمراحل النفسيه مثلا هون بتشوفي كيف مثل تركي حالها عم توقع هون عم نحكي كامراه كامراه هي شايفتيها مثل ما في شيء ظابط فيها بلا راس كنت اضطريت انا ارجي بيروت عيب انه بلا راس انه عم نمشي نحن ومش عارفين يعني ما عم نفكر بشو اللي عم نعمله الالوان انا جربت اعمل ضربه الريشه مع الموفمنت اللي هي عم بتكون فيها البوزيشن تاعت بيروت اللي عم بتكون فيها والالوان هن عم بتأرجي انه الحضاره تاعت بيروت حضارتنا مثلا بيجي لنا نحن بس انه بتأرجي هيدا الحضاره بس بذات الوقت والالوان الحلوه بس ديب انسايد بعدنا عم نكبت قصص بعدنا مجروحين بعدنا عم نضحك على حالنا عم نضحك على مشاعرنا بالوان حلوه الرساله يعني هيك عم بتجرب انك ترجع من الماضي للمستقبل يعني رغم كل الظروف اللي مرينا فيها يعني بماضي الحرب اللبنانيه ولكن انه في بصيص نور بالالوان يمكن ليه دائما عم تستعمل الامراه بالصور يعني كهاله امراه شو بتعني لك انك تكون موجوده بلوحاتك لما بتقطعي كل يوم عندك انها هي اجمالا امراه لانه كيف بدي اخبرك بيروت
عم تتعذب بكل صراحة، عم تتعذب والمرأة عادة بتتعذب بكل حياتها. مظبوط يعني من الولادة حتى آخر نهار بحياتها. و يعني عم جرب أقول إنه بيروت ساعدوها، يعني كيف بدي أقول لك إنه كيف نحن هذا الجيل وجيلكم وجيل قبل واللي بعد، إنه بليز نساعدها لهالمرأة، إنه عم نأجيها عم بتشوف وعم كلنا عم نقشعها قدام عيوننا، عم نشوف الخراب وعم نشوف، بس عم إنه لا هيدي المرأة إذا بتفتش جواتكم حلوة، بضربة القلم اللي عم نأجيها هي حلوة وبشعة بذات الوقت، بس نحن بنعرف إنه حلوة بس لازم نخليها حلوة. هون عم نشوف هيدي الصورة، هيدي شو؟ هيدي فوتوغراف مبينة صح؟ مزبوط. هيدي جذوع شجرة دخلك؟ صحيح. إذا بتشوفي هيدي الصورة، هيدي أنا ما حبيت، كأنه عمرها شي 200 سنة هالشجرة. مزبوط. مع إنه هيدا الشيء مصور هلا يعني. لا في كثير أشجار يعني بعدها محافظة عمرها 200 و300 سنة. هات لنشوف هيدي الصورة بالذات. أنا ما حبيت، أنا إجمالا مجددا حعيد، أنا الصور اللي اتاخذوا وكل الرسمات اللي محطوطين بالمعرض ما حطيت لهم، ما سميتهم، لأنه إجمالا العالم اللي بدها تجي تشوف بدها تعطي الانتر أكشن تاعولها، شو حست؟ مثلا أنا هلا فيني أعطي بس يعني أسمي لوحة وحدة واللي حيشوفوها بالمعرض، هيدي مثلا الشجرة إذا بتشوفي الرسمة من فوقها لما تجي على المعرض في مثل مرة هيك مقسومة بالنص، بتشوفي هيدي جذوعها هو الانقسام اللي حل بيناتنا اللي خلوه يصير بيناتنا. حلوة كثير يعني هيدي كمان بتعبر كثير يمكن جذوع هالشجرة. هون عم نشوف بنايات ناطحات سحاب، بس هول وين هول تحديدا؟ وين هول بأي منطقة؟ بالصنايع. هول بالصنايع؟ نعم. يمكن على الابيض والاسود ما قدرت اقفرهم مزبوط لانه بيروت حافظتها كلها تقريبا. اي هون شو كان قصدك من هال؟ هن اربع بنايات ملتصقين مع بعض او انت اخذت الصوره هيك؟ هي بنايه وحده لحالها. هي بنايه وحده؟ نعم. بس العدد قديمه او جديده؟ قديمه قديمه قديمه. خربت شيء بالحرب اللبنانيه؟ نعم. او مرممه؟ نعم بعدها خربانه. هلا كمان هي ذات اذا بتشوفي هي كمان الرسمه هي اللي حتعبر عن الصوره. هون حاولت ارجي انه نحن كيف عم ننزل بالمشروع اللي عم نعمره، انه عم يطلع كل شيء فيه قصص جديده، بس بذات الوقت عم ننسى القصص القديمه والعكس. صح. تماما صح. يعني في كثير عالم اصلا عم بيعملوا نقد بالنسبه لهذا الموضوع انه بيروت عم تفقد قيمتها الثقافيه وقيمتها البنيويه القديمه. مزبوط. يعني ياما عنا بيوت قديمه عم ترجع تهدم ويطلع بين يعني بدها تصير باطار غير بعين اخر. نعم. انت كرسام يمكن كفنان شو بتفضل اكثر يمكن باي عين تشوف بيروت؟ ضلنا محافظين على هويتنا القديمه، لانه هويتنا القديمه يمكن كانت وحدتنا اكثر، هلا عم نتناسى من نحن. يعني بنهايه حديثنا تقريبا محمد، كيف ممكن الفنان التشكيلي مثلا يعمل للجمهور نوع من التثقيف للعين او مجامله للجمهور وقت يكون عم بيعارض بمعرض؟ يعني شو بيعجبه الجمهور بيعطيه أكتر أو بيجرب يثقفه من ناحية الرسم؟ هي إجمالا لما توصلي فكرة، لما تحس، لما تشوفي، لما تنزلي على الشارع وتعرفي كل واحد شو عم بيحس بس ما عم بيأرجيكي، الفكرة إنه توصلي له شو عم بيحس، هيدا أهم شيء. انه يعني بالاخير اذا ما قدرت انا اوصل له، ما بعتقد في حدا بهالبلد حيوصل له. انه رواد المعارض على شو بيبحثوا مثلا بس يروحوا على معرض؟ عبالهم يشوفوا شيء انه بس هيك ليتسلوا يضيعوا وقت، ليشوفوا شيء حلو ليشتروا، ليشوفوا نوع من الفن يحللوه براسهم يتذوقوا فيه. بالاخير كل واحد هو شو نازل يشوف بده يشوف، بس هو بالمبدا لما تعول المعرض بده يكون حاطط لهم كونسبت، يعني بدك لما بدك تبني معرض بده يكون عندك فكره يعني شو ويل كونستركتد، لحتى ما فيك تعرضي هيك بس، انه بدك تعرضي شيء لحتى تقدري تعملي صله وصل مجددا بينك وبين الجمهور، لحتى انت تنبسطي مع الجمهور والجمهور ينبسط معك. ومجددا انا لاول مره فلقيت هذا الاعجاب. ف بدنا نقول لك جود لك محمد. بدي ارجع اذكر انه المعرض مستمر لغايه 13 سبتمبر باكزود اكزيبيشن. هو تحديدا يعني موجود الاكزود باشرفيه. وين؟ باشرفيه سنتر شفيل. بالنزله يعني هون عم نحكي نزله وزاره الخارجيه، نحن بنسميها على لبنان ليعرفوا اكثر تفاصيل. يعني بنزله وزاره الخارجيه هونيك بيشوفوا المعرض مستمر لغايه 13 سبتمبر لكل الرواد، هيدي فور فري بفوتوا. يس يعني بس بيتفرجوا مين ما بحب. صحيح.
فور فري. وبالنسبة يمكن لهيدي هيك أعارت انتباهي شوي، اللي لبسها برقبتك هيدي بتعني شيء فنياً أو بس هيك أكسسوار؟ لا، هيدي جبتها من التبت. تبت. هيدي بتحافظ لك على هيك على رون، عدلك هيك شوي هادي رغم كل شيء فيه، بس هي بالنسبه لحضارتك. بس انت هادي يعني بتقلك كل الرسامين هاديين بوهيميين بيعيشوا، بيقولوا لك الرسام المجنون شوي. نعم. بوهيمي يعني. قد ايه بتسمع هيدي الكلمه؟ مجانين. بتزعجك او ابدا؟ مجانين بالطريقه اللي يعني اللي عم نقدر نعطي فيها، مش مجانين بمعنى المجنون يعني اللي عم نقول عنه. اصلا هو الفن هو جنون بحد ذاته، اذا الواحد ما بيكون مجنون ما بيقدر يطلع منه فن. صحيح. بدي اشكرك محمد الرفاعي، واهلا وسهلا فيك بعيون بيروت. ضلك عم بتتابعنا وعم بتتابع مباشره على الهواء يعني كل تفاصيلنا بعد الاعلان مع الزميله ليليان بكل محطتنا بعيون بيروت. ضلكم عم بتتابعوا مع ساعدني يا توني مين؟ نضال شهاب اكثر حيحكي مع الزميله ليليان عن تفاصيل الكاتب والكتاب.